الشابك عدنا في حال يكون مترشح وحيد محوم مباشرة تزكية، وإذا كانوا مترشحين محوم اقتراع. آخر مرة كاش مترشحين؟ نروح للتزكية برفع الأيدي. زي ما قلت تسكير أن اللي راهم موافقين بالسيد محمد شرفي مصوتون بنعم. مصوتون بلا. ممتنعون. في هذه الحالة تم تزكية السيد محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات.